الخليفة ديكتاتور. الخليفة ديكتاتور. الخليفة ديكتاتور. الخليفة ديكتاتور. الثورة البحرانية دخلت عامها السابع على التوالي دون أن تفلح آلة القمع الحكومية المدعومة إقليميا ودوليا بالقضاء عليها، بل إنها زادت من إصرار البحرانيين وعزيمتهم على المضي قدما في ثورتهم ومهما اشتد القمع وعظمت التضحيات. وهذا ما عبر عنه البحرانيون في الخارج الذين تجمعوا أمام سفارة آل خليفة في لندن هاتفين بسقوط الطاغية حمد الخليفة. يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد. طبعا نقف هنا مجددا لتجديد العهد لشعب البحرين وللشهداء ونقدم الوفاء، ونقف هنا من أجل المقاومين لا سيما الشهيد رضا الغسر الذي استشهد مؤخرا، ونؤكد أننا ماضون على هذا العهد حتى يعجز هذا النظام وحتى ينكسر هذا النظام وحتى نسقط هذا النظام. العام السابع للثورة سيختلف عن السنوات الست التي سبقت، وذلك بعد أن أدخل الشهداء الثورة في مرحلة المقاومة. يتوارث الأجيال جيلا بعد جيل ليروا قصة هذا البطل الأسطورة الذي فتح مع الذكرى السابعة للثورة، ونحن ندخل السنة السابعة للثورة، فتح عهد المقاومة الذي سيقلب الأمور رأسا على عقب وسيبدأ فصل الانتقام. إنا من المجرمين منتقمون. الآمال تتجدد هذا العام بإسقاط النظام الخليفي الذي لا تكشف شراسته إلا عن إحساسه بخطر السقوط الذي يداهمه. لا بد أن تنتهي هذه الحقبة السوداء التي احتل الخليفيون فيها أرضنا، لا بد أن ينتهي الليل الأسود الذي فرضوه على أرض أوال، لا بد أن ينتهي الاحتلال والاستبداد والقبلية وهذه العقلية الجاهلية. الشعب البحراني لا يعرف الاستسلام سبيلا بعد أن سلك طريق التحرر من نير عائلة آل خليفة، طريق وعرة ومحفوفة في المخاطر، لكنها توصل في نهاية المطاف إلى ضفة الحرية والعدالة والأمان. في الذكرى السادسة لانطلاق ثورتهم يجدد البحرانيون العزم على تحقيق هدف الثورة المنشود بإسقاط نظام العصابة الخليفية المجرمة التي أوغلت في دماء البحرانيين. سهر عرايبي للبحرين اليوم من أمام مقر سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانية لندن.